الابحاث اللي دات من عند لويو المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه ولا المنظمه العالميه للصحه، كاع الابحاث اللي كان لان هذا مرض جديد اعطتنا بان هذا الفيروس ما تيتكاثرش في الحيوانات ديال لو فيرم بحال الخروف بحال البقره بحال كذا. كانوا شي حالات اصابه ديال القطط بلجيكا في اسود ونمور في الحديقه الحيوان ديال الولايات المتحده الامريكيه، ولكن هذاك التكاثر ديال داو المرض ولكن ما عداوش الانسان اللي عداهم. بالنسبه للحيوانات بحال الخروف بحال البقره بحال المعزه ما تديرش المرض، ما تتنقلش المرض. اللي قد يوقع هو انني مثلا نكون انا مصاب وما ديرش الكمامه ولا عطس في يدي ولا شي حاجه وغادي نجي نقلب الخوف، غنجي نقلب الخوف. دونك على ود هذا ملي دخلنا شفنا ديال المعقم ديال الاي دي وزياده عليها الكمامه باش ما نديروش شي افرازات على الخوف. لا قدر الله مشاو الناس للسوق وكان داك الخوف كاع قاسوا شي واحد اللي فيه الكوفيد، هذاك الفيروس غادي يبقى في الصوفه ديالو ما تيتكاثرش في الخوف، غادي يبقى في الصوفه ديالو واحد 6 سوايع حتى 8 سوايع وغادي يموت. وتا الناس اللي تيبيعوا الكمامه ولا الكود اللي يدين داو اسواق نموذجيه وزاره الفلاحه وزاره الداخليه داوهم راهم خدامين تيديروهم، غيكونوا في ضواحي المدن غيكون فيهم اماكن البيع خوف، كل فلاح عنده المكان ديالو، زائد ازقه اللي غيكونوا عارضين باش ما يكونش تزاحم، زائد نقط ديال الماء اللي غيكونوا، غيكون المكتب الوطني للسلامه الصحيه باش يعقبوا جوده الاغنام تماك، وغادي يكونوا الناس اللي غادي ياخذوا الحراره ديال اللي غيجيو المتفائين ديال السوق ياخذوا لهم بان ما يكونوش مرضين، وزياده على يثبتوا بان انه كمامه ويديروا معقم الايدي باش ما يكونش ما يعاديش واحد يحط داك الفيروس ديالو في الصوفه ولا في الكرون ولا شي حاجه من اللي يقلب الخوف، ومن بعد غيجي واحد اخر وغادي يبك. اما واخا كاع نقولوا لا قدر الله وقع هذاك المشكل، هذاك الفيروس لحد الان ما تيتكاثرش في الخوف، غادي يبقى في داك الصوفه تيموت كما تيوقع بحال لا قاص في الحديده ولا قاص شغل خبز ولا شغل شي حاجه ديال اللباس ولا شي حاجه، غادي يبقى تيموت.